lay out this pathology, the detection, the fix and diagnosis, which is extremely important, the fix and diagnosis, and that's spreading to the head is clinical. معناها انه الاكزامينر عايز يعرف انت فكرت في ايه، مش عايز يعرف تشخيص. على الليفل بتاعكم احنا لسه بنقول يا هادي البيزكس المفروض نعرف هاو تو ثينك، مش ان انت تصل الى تشخيص. فالفكشن دايجنوستكس تبقوا مخليه بالكم منه. ايه الكومبليكيشنز possible investigation and management of pain that is not in the swelling. بالنسبة للبريست هو all except the cancer breast احنا هناخد معظم البيان اللي صورت بتاعته ان شاء الله. هنبدأ مع بعض النهارده هنيجي نتكلم ايه مجموعة السويلنج اللي عليك في النظري. اشهر سويلنج انت بتقول ايه لحد دلوقتي في الكلينيكال؟ طيب هو بانواع شوف السبيشنز ولا لسه؟ طيب في الاغلب عشان بس اوفر عليكم مجهود السبيشنز نادرا لو شفتوها جوه الوحده اللي انتوا بتاخدوا تداول بعد ما بتخلصوا المحاضرات. السبيشنز اللي منكم عايز يشوفها في العيادات الخارجيه بتاعت الجراحه. شوف عيادات خارجيه من السبت للخميس لان السبيشنز عاده بتيجي وبتتعمل اندر لوكال انستيجيا في العياده الخارجيه والعيان بيروح من بره برضه. قليل لو في سبيشنز موجودة عندنا بالوقت. عليكم النيورو فايبروماتوزس، عليكم الهيمانجيومس، طبعا احنا اللي هناخده هنا دلوقتي مع بعض في المحاضرة هو ده اللي هيجي منه الامتحان ان شاء الله. اوكي؟ مفيش حاجات هتخرج براها يعني بالنسبة للام سي كيو. وعليكم سيفي ديرمايد سيست. سبيشنز سيست هنبدأ بيها مع بعض دلوقتي. السبيشال جلاند يا دكاتره مكانها الطبيعي موجوده في الجلد ولا تحت الجلد؟ اللي عنده معلومه يقول الرياكشن هو الاساس في المحاضرات او في الشرح مش متلقيين بس في الجلد ولا تحت الجلد؟ في الجلد نفسه. كويس خضيت منه ليه؟ مش قلت جلد؟ انت في الجلد يا دكاتره. فايدة السبيشنز جلاندز بكل بساطة is the secretion of the sebum أو السبيشنز ماتيريال هي بتدي السنسيشن المايند بتاع الجلد والطبيعي إن هي بتفتح ديبوزيتس على سطح الجلد the openings على سطح الجلد. لو حصل إن one of those openings اتسدت for any reason هتقفل على السكريشن بتاعت الجلاند، الجلاند بتبدا تكبر جوه الجلد هتعمل لك very slowly growing swelling والسويلنج ده most of the cases is pains. العيان ما بيحسش بيبدا يحس امتى؟ في حالتين، الحاله الاولى ان السويلنج كبر قوي فابتدى يعمل بريشر افكت على النيرباي soft tissues او حصل له complication. واشهر كومبليكيشن في السبيشن سيستم تبقى سبيشن نفس مظبوط تبقى قرار. طبعا يوجوالي ما بتوصلش لاحجام كبيره الا في اماكن معينه. اشهر مكان للسبيشن سيستم عشان تلاقيها كبيره في النهار هتبقى في الباك وممكن توصل لاحجام نوره بسيطه في السكان. الدرج اللي سدد الاوبننج اوف ذا دكت اوف ذا سبيشنز جلاند دي بتعمل علامه او نقطه سوداء اللي هي بنقولها باللغه العاميه البلاك هيد اللي هو اسمها عندنا في الطب بانكتوم. ذا بانكتوم از ابنورمال ساين اوف سبيشنز سيستم. ابنورمال ساين بنبص عليها ولما بتيجي تاخد في الكلينيكال اكزامينيشن في الرام ويشوفوا السويلنج باي انفكشن سبوز انه في السبيشال ساين يو سيرش فور ا بانكتوم وبيقول ذير از بانكتوم او نو بانكتوم. كانك بتقول للاكزامينر انا فاهم ان في حاجه اسمها سبيشال سيل فور ذا سبيشال دايجنوست اوف ذيس سبيكيتس سويلنج وما عنديش بانكتوم فانا بستبعد السبيشال سيل.
متفقين؟ اوكي. طبعا الدق ده وصف السيست مليانه بتشيزي لايك ماتيريال، لونها ممكن يبقى يلوش وايتش يلوش وايت وات سو ايفر. ولما بتبقى انفكتد بتعمل انتريشن ابسس. المشكله اللي بنواجهها في انتريشن ابسس انه مش مشكله يعني في المعرفه بكل بساطه اللي هيطلع منه مجرح وجاله حد انتريشن ابسس هيديله فيلد انفكتريشن لوكال انتريشن localization للبول اوف ذا فيبر. فبتفتح الابسس وبعد كده والهيلينج اوكير بعديها ثلاث اسابيع شهر ممكن ندخل نشيل السيست بالوم بتاعك او رايزنج كومبليكيشن اوف ريكارنس. اوكي يا جماعه. ده يمكن يكون شكل توضيحي الى حد ما في المكان بتاع الـ Sebaceous Gland، الجزء اللي قدامكم ده within the skin within the layer of the dermis. الناحية الشمال اللي موجود فيها this is the scrotum which is one of the commonest sites of development of sebaceous cysts. بتشوفها كتير قوي بيبقى الحل الوحيد بتاعها تدي انتباهك وتدخل تعمل لوكال اكسجن. حد عنده اي سؤال في الاكسجن تبدا وابدس؟ اوكي. كلمة ديمودوكس بليكورا هي معناها ايه؟ اسم ثانية؟ سبيشال سيستم. بلاش مش هجيبها في الامتحان دلوقتي. عشان انا هندخل على النوع الثاني نيورو فايبروماتوزس اند اي داوت انه ممكن تقابلوه خلال السنة دي اند كلينيكال كيس. هاويفر احنا لازم نعرف كده هل انه احقق الامتحان بتاعنا ان شاء الله. الاسم بتاع نيوروفايبروماتوزس متوقعين انه سب سويلنج ليه علاقه كلمه نيورو يبقى ليه علاقه بال بالظبط كده بالاعصاب كيتينس نيرف عشان بنتكلم عن سب كيتينس سويلنج. وفايبروماتوزس لان الكونسستنسي از فيرد وبتدي سنسيشن اوف بين افايبروتيك سويلنج. السلايد ده مهم اتفقنا؟ السلايد ده مهم مش عشان حاجه عشان بس الانواع بتاعته وانا كواحد هجيب لكم اسئله هسالكم فيه يا اما كلينيكال بيكتشر يا اما هسالكم في الانواع. فاحنا عندنا دلوقتي النوع الاولاني من الزيرو فايبروماتوزس بيعمل سكين تشينجز وبيأثر على البونز وطالما بيأثر على البونز يبقى باي ديفولت الكونديشن بتبدا من الولاده ديفولت تمام. ده
genitals, ringing ears, يعني صوت وش مستمر في الودان بيأثر على البالانس لأنه بيأثر على inner ear in particular. ودي كونديشن مشهورة أوي عند الناس في عالم الأذن والسمعيات. ومتوسط العمر اللي بيبدأ فيه تينيج. ثالث نوع شوانوماتوزيس، ضعفين الشوان سيلز اللي حوالين الخلايا العصبية نيرف سيلز. تمام؟ اللي بيحصل انه بيحصل فيها اوفر جراف اوف ذوز سيلز في الكتينيس نيرف. ثانية يا كابتن. Sequestration, their mind, stimulus, sequestration.
في الميد لاين مشهوره زي ما انتم شايفين دلوقتي في الطفل ده عند عينه اليمين الميد لاين سب هايويد ريت فيكيل. اكتر من كده مش محتاج منه. تعرفوا اربع انواع وخلاص. انا لقيت موضع سؤال فيها هجيب لكم، ما لقيتش نقع. المهم بقول عليه واقول عليه. طب اتكلمنا ليه؟ اتكلمنا ليه؟ Upper limb with front. زي ما انتم شايفين في دراعه
بتبقى مشكلة كبيرة لما بتطلع من سباينال كانال بتعملها بريكسنتر على السباينال كورد وممكن تؤدي إلى حدوث باراليسيس. لا يكون مقابل بشيء مش هتاخدش على الاسباني كمان بس اكيد مش شغل جاي بس بتاعت مخ واعصاب. اخر حاجه هنتكلم فيها مع بعض الفاسكولار مال فورميشن. الانسيدنس بتاعها مش عالي قوي يعني ما كملش نص 1%
من الأطفال الجدد كانوا موجودين. إيه المنظر بتاعها؟ هذا المنظر شرح لكم عايز أوريه لكم. ده شكل. والغريب اللي فيها إن هي بتيجي في نص من الجسم سواء كان الفيس أو الباك، وفيها أبربت أو very clear line of demarcation ما يعديش الناحية التانية. ودي ظاهرة قوي في الصورة اللي تحت. تمام؟ وأعتقد كلكم أعتقد بلا استثناء شفتوها في الحياة في الشارع، حد ونص وشه يمين أو شمال واخد هذا المنظر. نرجع بقى حد عايز يشوف تاني ولا أرجع للسلايد اللي قبله؟ أوكي. الكاركترستيك ليها في الفورت لاين ستين انه البوردرز ار ويل ديفايند. The lesion is flat, not elevated above the surface of the skin. عكس اللي احنا في الليلة شايفينها في وش البيبي. ارجع لكم تاني. انتوا شايفين؟ الاليفيتد تضغط عليها فيري سوفت اند كونسيستنس. لان هي كومبريسيف. اما الفورت لاين ستين اهي flat on the surface, not elevated, not raised, will defy the border. Sorry. اكتر مكان بيتأثر زي ما شفنا في الفكس اللي عندنا وش والباك او الفرنت بمعنى اصح. ومن الاجزاء اللي ممكن تبقى برضه موضع سؤال فكره ان هو بيبقى على one side of the body ولا يتخطى الجانب الاخر. احنا قلنا ان كان في انواع من الهيمانجيوما، قلنا في كابيلاري هيمانجيوما، في كافيرنس هيمانجيوما، وقلنا في ارتيريال هيمانجيوما. الارتيريال دي بيطلق عليها اس سيرسايد انيوريزمز. سيرسايد انيوريزمز دي بتاخد شكل التعبان. انا هوريكم الصوره وبعدين ارجع نتكلم على الوصف بتاعها. شايفين السكالب اوف ذا بيشنت فوق يمين وشمال. This condition we operated upon not so many times in the incidence of sepsis aneurysm مش عالي. However عملناها وبتبقى عمليه كلها دمويه لانه لا هي الا arterio venous system. فالهاي بريشر اوف ذا ارتري ترانسميت تو ذا فين ويبدا ياخد الشكل بتاع التعبان. وده الوصف بتاعها باللاتيني السايد انيوريزم. والكومنست سايد از باي فار ذا سكان زي ما انتم شايفين. نرجع السايد انيوريزم نوت سو كومن. The commonest is اللي انا عملته سالم باتش. و second most common is the fourth line stain of a sepsoid aneurysm. Not that common. و usually السبب is congenital arteriovenous fistula. هل ممكن تيجي بسبب تروما؟ ممكن. مش محتاج منكم معلومات كتيره غير النقطه بتاعت ان هي ارتيريو فينس والكومن سايت از ذا سكاب. طبعا العمليه بتاعتها والمنظر ده مش هقدر اقدم معاكم. الكلينيكال اللي فوق هو اللي فارق.